سي نورمال غادي نعيشوا على الاعصاب ديالنا، لان بحكم فريق كيمثل يعني فريق الوداد الرياضي ما كيمثلش غير الجماهير ديال الوداد، فكيمثل حنا كلاعبين قدامى وكذلك كيمثل حتى الشعب المغربي. فصراحه يعني المقابله كانت صعيبه، وكنعرفوا ان سان دونز بين العلو الكعب ديالهم منذ ابتداء يعني هاد المنافسه سيرتو في هذا الموسم هذا، يعني ضرب بالطول وبالعرض، شفنا فاز على الاهلي بحصه عارضه، قام مقابله كبيره يعني في مدينه الدار البيضاء، لكن اللاعبين المغاربه ما كيبغيو شي حاجه راه كيوصلوا ليها. فانا كان اول حاجه كنهني جميع مكونات فريق الوداد الرياضي ولا سيتو يعني الجماهير ديالو اللي صراحه كتكون معاه لا في السراء ولا في الضراء، فشي يحسب لها. شفنا جماهير الوداد هناك في جنوب افريقيا، ولكن نشيد باللاعبين لان امنوا براسهم، امنوا بالحدود ديالهم وقادرين انهم يعني يقولوا الكلمه ديالهم. فعلا شفنا واحد الروح، شفنا واحد الكرينتا، رغم انه بعض الاخطاء اللي كانت فرديه استطعنا صن داونز يسجل هدفين، لكن العزيمه والاراده ديال اللاعبين ان رجعتهم في المقابله وهداو لنا هذه الفرحه الكبيره، لانه ماشي بالسهل يعني المره الثانيه على التوالي تاهل فينال وتواجه خصم عنيد كفريق الاهلي. فشكرا للاعبين على الروح، شكرا على الاداء، رغم بعد عندي بعض التحفظات ولكن ما حدنا حنا فرحانين، فنبغوا نكملوا هذه الفرحه هذا ان شاء الله وتكمل الفرحه اللي ما الظفر بهذا اللقب الغالي. فشفنا يعني الموسم الماضي يعني مع الاهلي يعني سيطره كامله بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، فاز بجوج صفر من هدفين المترجي، يعني حقبه وليد يعني كانت رائعه ورائعه. فنتمنى زفين والطاقم ديالو انهم يكون في الموعد، لانه سيما هذه المقابله غادي تكون ذهبا وايابا، يعني الذهب في مصر والاياب هنا يعني في المغرب. فنتمنى ان اللاعبين يكونوا في اتم الجاهزيه الذهنيه والبدنيه، لانه كنعرفوا موسم شاق بالنسبه لهاد الوليدات هادو، وما نساوش بانه باقي البطوله. فنتمنى ان اللاعبين يركزوا بزاف يعني في الايام القادمه ان شاء الله، ويمشوا هناك يدبروا المقابله هناك في مصر، وان شاء الله كنعرفوا احنا مع جماهير ديال الوداد الرياضي اللي من عالم اخر، والدعم ديالها من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه، فقدر فريق الوداد الرياضي انه يقهر الاهلي وليما الاحتفاظ باللقب. المباراه اليوم كانت متكافئه بين الفريقين، والحمد لله انا بعد اولا نقول تنهنئ فريق الوداد بمكوناته، لا بالاداره التقنيه ولا بالرئيس ولا بجمهوره كافه وعامه على المغرب وعلى المغرب عامه بهذا التاهيل هذا للنهائي على الثاني على التوالي. ونتمنى على الله باش يكون هذا الكأس الرابعة لفريق الوداد الرياضي والثانية على التوالي، فهاد اللعبة يستاهلوا على هاد المجهودات اللي داروا من أول السنة إلى حد الحين. والمباراة على العموم اللعبة لعبوا وكانوا على قد قول وفعل، قد فمهم قد دراعهم قد رجليهم، ومن هاد المباراة نشكرهم على هاد الأداء اللي أداوا، ونتمنى على الله باش في النهائي يكونوا واجدين وحاضرين ذهنيا وتكتيكيا وبدنيا. والفينال الحمد لله غادي يلعبوا المباراه الذهب عندهم في الديار المصريه، ويكون الاياب في ستاد دونور، وتتعرفوا المركب محمد الخامس لما تيكون مليء بجماهير الوداد الرياضي، فالفريق ما تيقدرش الفريق الخصم ما تيقدرش يلعب في خاطره، فيكون هذا ان شاء الله حافز للفريق الوداد اللي غادي يقدر. ونتمنوا على الله دائما احنا متفائلين بهذا الفريق هذا، وان شاء الله نفوزوا بالبطوله عصبه الابطال الرابعه والثانيه على التوالي. نقول لك تقييم انا انه حنا دابا حنا شينا جالسين هنايا، المباراه ديال الوداد تكلمت عنها انا قبل بعد انه كانت مباراه تكون صعيبه، رغم انه ما صعيب في كره القدم، لانه الحاجه اللي كتخلاتني انا متفائل وهو نواجه واحد الخصم اللي يجيد كره القدم، تيبغي يلعب الكره عكس ما كتواجه واحد فريق اخر اللي كيعتمد على القوه البدنيه وما سان دونز. وحتى تاريخيا عندنا ذكريات مزيانه مع سان دونز، دائما كنتصروا عليها وكان فهمتي كنديروا معاه مباريات مزيانين. اليوم تبارك الله يعني كيف كنقولوا حنا الدراري قدروا يخطفوا واحد التاهل اللي كان ما كانش سهل مع واحد الفريق امام الجمهور ديالو، تسجل علينا في الاول، رجعت الوداد في التعادل، عاوتاني كنظل سجلوا علينا في واحد الوقت اللي هو كان صعيب، ولكن قدر فريق الوداد لانه بالضغط ديالو فريق سان دونز سجل ضد مرماه، كتبقى نتيجة مزيانة. ولكن بالنسبة لي التأهل هو اللي أحسن، أنه غتلعب فينا إن شاء الله مع فريق الأهلي، غادي ندوزو من ذاك الخصوم اللي تنتكلم عليها دائما ديال جنوب إفريقيا، وكندخل لهذ الخصوم ديال شمال إفريقيا اللي شوية عندها من الإمكانيات اللي كتشبه لينا حنا، غيكون صعيب كالعادة يعني كيف كنقول أنا إين فوا تكون لاعب مع الأهلي ولا الترجي ولا فريق من الجزائر، الا وكيكون واحد شويه القرب ما بين فهمتيني، هذا هو
القرب اللي كاين ما بين هذه المباريات ما كيكونش فرق كبير، ولا بغيتي تنتصر خاصك تشتغل كثير باش تنتصر. انا كنظن يمكن عندنا المباراه الهيه واقيله عاد الروتور في كازا، خاصك تستغل انه بالنسبه لي انا هذا الو روتور هو سيف ذو حدين. بعض المرات شحال واحد كيقول لك نفضل نلعب خارج الميدان وعاد ندخل، بعض المرات راه تقدر تلعب داخل الميدان وتخرج ترونكيل تلعب خارج الميدان. انا بالنسبه لي كنتمنى ان فريق الوداد ان شاء الله يستغل الخروج ديالو لمصر ويدير نتيجه ايجابيه اللي تخليه على انه كيف كنقولوا حنا يفوز بهذا الفينال. هذه الامور كيف كنقولوا حنا كتبغي واحد الاشتغال. الظروف اللي عاشها فريق الوداد بالمدربين يعني بزاف ديال، واليوم كتشوفوا الفينال، انا كنظن شي حاجه اللي هي الفضل ديالها كيرجع اولا اللاعبين اللي قدروا يثيقوا، وحتى الجمهور اللي دائما كان بجانب الفريق ديالو. شوف اهم شيء هو المرور، يعني المباراه ديال النهائي بحال هاد الماتشات هادو كيتربحوا ما كيتلعبوش، يعني عشنا الاعصاب، لان هو كان يعني حرام هاد المجهود اللي قدموه اللعابه في هاد المباراه يعني يمشي سودا. فاللاعبين كما قلنا في الاول يعني كانوا محصنين دفاعين كانوا مزيان، فكونترولوا الماتش كوم يلفو، يعني لا بريمير ميتون جيروها مزيان، يعني ما تسجل اهداف، يعني بقاو ميتريزين الماتش. سان داونز يعني كان خايف نعرف بانه ما بغاش يغامر، يعني كان ديما كيهاجم وكيف في نفس الوقت ديما كيدير ياخذ الحيطه والحذر. فكنظن لما تسجل على الوداد الهدف كانت لا رياكسيون ديال البطل الافريقي، كانت لا رياكسيون ديال كانت بوزيتيف. شفنا واحد واحد التمريره يعني مدققه ديال يحيى جبران يعني مع العملود، يعني كيفاش دار لابيل سان جوور لونسي جا كيسال الهجوم، عنده حس هجومي كيفاش جير واحد الهدف ولا اروع. ف مجرى اللقاء سجل فريق سان داونز الهدف الثاني اوتوماتيكمون، يعني تسجل الهدف ديال التعادل يعني من بارمي لي كلي ديال الماتش. خصك تميدرز لي كود بيار تسجلنا، يعني كيفاش يحيى عطي عبد الله داك لو سونتر اون روتري قاد المدافع مفالا سجل المرمى ديالو. فبكل صراحه يعني افضل سيناريو اللي كان كيتوقع اي يعني اي ان تكنيس ولا اي مدرب هو يتسجل لك واحد الهدف يعني في واحد الوقت مبكر في الشوط الثاني. علاش؟ كيبقى عندك لو طون في نفس الوقت كيشكل ضغط على الفريق الخصم، لانه كيعرف فريق الخصم انه كيواجه فريق البطل. فاهم شيء هو كانت شخصيه ديال البطل حاضره، كان يعني كانت مؤازره جماهيريه حتى اللاعبين، خاصه يعني بعد النتيجه الايجابيه ديال المنتخب ديال إيديسا يعني بالجزائر وصولوا للنهائي، فحفزت اللاعبين ونشرت المكالمه الهاتفيه ديال جلاله الملك محمد سيد نصر اللي رفعت المعنوي ديال اللاعبين بالنسبه للمنتخب المحل بالنسبه للمنتخب ديال إيديسات. اللاعبين كانت عندهم واحد التحدي، خاصه يعني كان واحد الانتقادات ديال الجماهير اللي هو كان عتاب، لانه خاصه المباراه ديال الذهاب اللي ما كانش مستوى التطلعات ديال المتابعين الرياضيين. فاهم شيء كانت لا رياكسيون كانت بوزيتيف، كانت واحد ليسبري دو روفونج بالنسبه للعبة، ويعني كانوا مباراه كانت كبيره، كان تركيز عالي، يعني كانت نديه. اهم شيء وهو كان شونجمون يعني في الفرقه، وماشي سهل باش دير ان شونجمون، ولكن كانت الجاهزيه كانت عاطيه العوك ديالها في هذه المباراه دي. هو شيء جميل وهو المر المباراه ديال النهائي. كنظن يعني خيبه امل في الشارع المصري اللي كانوا كيتمنوا يواجهوا سان داونز، لانه كانوا قالوا بالمستوى اللي ظهرت به الوداد في المباراه ديال الذهاب قالوا بانه غيواجهوا سان داونز، ولكن الفروق الكبيره كتعرف كيفاش تربح. الماتش ديال الفينال شوف في شوطين، شوط غادي يكون في مصر في القاهره، وشوط غادي يكون في مركب محمد الخامس. كتعرف يعني مركب محمد الخامس كتعرف يعني الفريق الاهلي يعني صعيب، يعني ديما عنده واحد الضغط، ديما كيعيش واحد الضغط، عنده واحد كيفقد الثقه ديالو في مركب محمد الخامس. كيعرف يعني مدى مركب محمد الخامس، يعني كتلقى واحد الجماهير، ماشي الجماهير ديال الوداد ولكن الجماهير ديال المغرب كامله كتعز مركب محمد الخامس وكتشجع اللعابه. فكنظن اللاعبين حدوا اسم افضل انجاز، وهو يعني يوصل يعني المره الثانيه على التوالي يوصل للمباراه النهائي. فهذا كي ماشي كيجعل ولا صدفه، عن طريق عمل اللي كيقوم به رئيس فريق سعيد الناصري بكل صراحه والوقفه الصغيره والكبيره. وكذلك حتى اللاعبين يعني كاين الفرقه يعني خلات لي كادر، يعني نقول لي كادر يعني كاين جبران، كاين تاكناوتي، الان كاين لو بتي موطيع حتى هو دار ان كرون ماتش اللي نخدا وخبات الفرقه نقاتو. كذلك الحسوني مترجي، الاضافه ديال صومبو، العملود، يحيى عطيه، هذو كاملين لاعبين يعني ديجا لعبوا في الهوني فو لعبوا مباريات كبيره. هاد اللعبة كيعرفوا كيفاش ياثروا لي جون اللي بحال بو سفيان، بحال بورا، بحال لو بتي زورا، كذلك عبد الله حيمود. هاد اللعبة يعني كي بحال كنقولوا كياخذوا يعني تجربه من عند اللاعبين اللي كيعرفوا كيفاش يبريباريو في لي ماتش لي كرون ماتش. اني هو هذا هما الفرق الكبيره، ملي كنقول الفرق الكبيره خصها ما عندهاش ديما توصل للبوديوم، ولكن هو علاش ملي كتكون واحد دفعه جماهيريه كبيره. وشي جميل هو شفنا يعني جماهير يعني دي جون تنقلوا حتى لجنوب افريقيا، يعني ضحوا بالمال ديالهم وجاو حتى
العناء السفر يعني تحملوا عناء السفر ورجعوا لجنوب افريقيا بريتوريا وازروا الوداد كذلك يعني البنات اللي مشاو ازروا ديال جو كوا ديال البرلمان الافريقي جوج ديال اللي حاضروا تما ورفعوا معنويات اللاعبين كذلك السفير جلاله الملك تما في جنوب افريقيا الحمد لله اللي كانوا معاونين الوداد ملي كنقولوا الوداد ممثل كره القدم المغربيه لان لقات هو الفريق الوحيد اللي كيمثل كره القدم المغربي في المحافل الكبيره بحال الشامبيونز ليغ فشيء جميل هو الحمد لله الجمهور غيكون راضي وحنا كما عشنا على الاعصاب ديالنا ولكن اهم شيء وهو كنشكروا بعد اهم شيء كنشكروا يعني صاحب جلاله على مدينه اخليم المنطقه ديال اسانزاك يعني سي سعد الخير بكل صراحه العنايه اللي قدمها وهذا هو الاستثمار الجيد ملي غنقولوا يعني الاستثمار ديال كاس العالم الرابع يعني عالميا خاص يعني هذه المناطق الجنوبيه الحمد لله حتى هي تعرف شنو هو يعني الدور ديال الرياضه شنو دارت فيها يعني في هذا الشيء اللي كيتعطي يعني الرايه البلاد ديالنا ان شاء الله نتمنى ديك الزياره ان شاء الله نتمنى تزيد عاوتاني تكون مرات عديده ان شاء الله.